المحبة نبتدي بسم الله. أهلا وسهلا بمشاهدينا، مرحبا بأوفياء قناة التاسعة في ليلة مباراة تونس مالي، المباراة الحدث اللي ينتظر فيها كل التونسيين طبعا في تونس وخارج حدود الوطن. الأمال كبيرة للفوز والتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخ الكرة التونسية، فنتمنى من الأعماق الفوز والانتصار للمنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة الحاسمة والمصيرية. سعيد بالترحيب بالحضور، ابدا على اقصى اليسار اسامة السلامي، اهلا وسهلا بكم ومرحبا. مرحبا عادل، مرحبا بالاخوان ومرحبا بالمشاهدين. ايضا عبد المجيد قباطيني، اهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبة للحضور تحية للمشاهدين. ايضا نرحب باللاعب الدولي السابق والمحل الفني اكيد زياد الجزيري، مرحبا. نرحب زادك العاده، منورنا على الدوام ومتالق على الدوام بالضحكه وبالبشاشه وبالجو اللي قاعد يعني فيه، يعني بتلقائيه قاعده تعجب في برشا مشاهدين. سعيد بالترحيب بالناصر البدوي. اهلا بيك عادل، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المخرجين كلهم. يعود إلينا مرة أخرى وأكيد سعداء بوجوده معنا دائما وأبدا اسكندر القصري، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. ألف شكر عادل، مرحبا بالحضور وكل السادة المشاهدين. رئيس مصلحة الرياضة بموزايكا فام، وجهه طالع خير كان على المنتخب التونسي في مالي. سعيد بالترحيب بعبد السلام ضيف الله، أهلا وسهلا عبد السلام. مرحبا عادل، يعطيك الصحة، مرحبا الحضور، وإن شاء الله تحية الممتازة، إن شاء الله ليلة الفرحة، إن شاء الله ليلة الامتياز لنسور قرطاج. هذا ما نتمناه. يحضر معنا أيضا منورينا اليوم في البلاتو بلوز أكاديمي من رواد، منورينا طبعا في بلاتو التاسعة، وإن شاء الله نقضيوا سهرة باش يكون فيها العديد من التحقيقات، الريبورتاجات، المتابعات الخاصة بالمباراة الحدث تونس مالي، أكيد عديد التحقيقات في علاقة باستعدادات المنتخب التونسي وأيضا بالاستعدادات الأمنية الجارية لتأمين هذه المباراة إن شاء الله في حضور جماهيري مكثف لدعم نسور قرطاج في مباراة حاسمة ومصيرية للكرة التونسية. بيست أوف، أبرز لقطات حلقة البارحة، ثم ننطلق على بركة الله. برشا تعب حكينا عليه على مستوى الرياضة النسائية، لكن من رحم المعاناة تأتي الانتصارات وتأتي التتويجات، وتحية لكل خلينا نقول الفتيات في كل الرياضات اللي قاعدين يخدموا وقاعدين يساهموا في طبعا تشريف الرياضة التونسية. نتصور يوسف المساكن يعني وقت اللي عمل ارسلمون على الدوزيو متر على سيساكو، معناها في الدوزيو متر في الـ في الـ في المزون اللي كيبات فيرس، هذاك مش من راسه، معناها يوريك الجلال، معناها ما ثماش بركه كان بلوك با ما خافش يعني من مالي مالغري يعني التونسيون غادي. الثلاثي نتاع وسط الميدان نجحوا عاد النجاح كبير برشا، نعاود ديما نحكي انا على غيلان شعلاني اللي كرجع معناها تبدل وجه الترجي، وفي ليكيب ناسيونال رجع في فورم كبيره مع العيدوني اللي لعب يظل يلعب احسن ماتش من اللي جاء المنتخب التونسي، لعب احسن ماتش مع ابو محمد علي بن رمضان اللي كان عنده دوبل رول،
ديفونسيف اوفونسيف برشا كونسونتراسيون. ندخلوا عاملين 0-0 في لالي، لا عندنا لا نربحين لا خاسرين، نلعبوا ماتش كامل ماتش بلان ندو حاضرين، خاطر مالي ما لعبتش ضد نرا، كونوا صريحين. احنا ما خليناش نلعب ضد، احنا ما لعبناش ضد مالي، مالي ما هيش موجوده بتاتا، ما هيش مالي اللي نتوقعوا فيها، دونك اوتوماتيكمون راهو باش تصير ردود فعل، ردود فعل كبيره، وشفناها ردود فعل في الفاندريال مينوت. انا باش نسمي لك اسامي نتاع ملاعبين، ما تقوليش هذوما ما عندهمش كاريزما ولا ما عندهمش كاركتير ولا ما لعبوش في اللونيفو. راضي، جوهر، بوعزيزي، علي، نحكي لك ثله بدره، كي يجيك ملاعبي معاك في الجروب يقول لك وقفني في شطر اثنين في الاوتورود باش النجم نرجع. يعني انسان سيء للتوب، يعني الستريس وصل لهوني. وقت اللي وقفت الكار في الاوتورود هبطنا الناس كل وراء باش نشموا شويه هواء. تلمو لا عاد نسمعوا بعضنا، لا عاد حتى في حتى واحد كي بدا يحكي معاك تنجمش تسمعه. ربع ساعة لعب بشير بسعيد، فما لوغوشي كامارا هذاك عمل معناها دوفان دو دريبل وشد كرة، كيف الطريقة اللي شد باب بشير بسعيد الكرة يوريك اللي هو الحارس عنده ثقة في روحه. هذا اللي نقول لك مش محتاجين حتى لنا نحن، عنده ثقة في روحه. لا لا أما لازم ستانجر دايما يخرج عنده كاركتير قاعد يخدم على روحه. كيما احنا اكزيجون مع سيف الجزائري مع الخنيسي ومع المساكني ومع سليتي يكونوا اكزيجون مع حارس المرمى باش يكون مركز. راهو الغلطه إيه ما اكزيجون مع ملاعبيه انت سوا ديزون عندهم كارير، معناها عندهم مسابقات اكثر من بشير بن سعيد. بشير بن سعيد عنده هذا سانكيم ماتش لعبوا اليوم في مالي إيه بارك الله عليه. ما ثماش غلط غراف يعني الخطاب والتصريحات اللي سمعناهم ببعثه المنتخب المالي ماهيش من فراغ. وبصراحه خلينا نحكيو شويه على المنتخب المالي، عنده اليات الكل الفنيه والتكتيكيه انه باش يقدم مقابله كبيره وانه باش يحاول يرجع في النتيجه ويرجع في يخلي حظوظه كامله في التاهل. فمنتخب صحيح قدم مقابله سيئه بالنسبه للمنتخب المالي في مباراه الذهاب، هما حتى بعد مقابله الذهاب سمعتهم قال كل الظروف كانت ضدنا، الهدف ضد المرمى، الورقه الحمراء، الاقصاء، لاموا برشا على التحكيم، قالوا حسب تعبيرهم هما لم يكن منصف، حكيت فما غياب تاع الفار وكذا. كيفاش فار موجود لكن ما رجعش الحكم للفار؟ كان فما مشكله وعيطوا للفار، قراراته كل كانت سليمه. سيتياسيون دو 3 كونتر 3 لا فيكساسيون والتايمينغ نتاع الباس نتاع العيدوني الفو لو متر اون فالور. الشيء اللي عمله راه تنجم انت تمشي، لكن وقتاش تمدها الباس تنجم تعطي البرمضان ويقعد في سيتياسيون نتاع ان كونتر 1. لكن لهنا هو الى تومبوريزي الى فيكسي استنى لو جوور طلع باش يعمل لو كادراج دو بورتور يوب لا باس سيتياسيون تاع برمضان. صحيح ما ياشي فاسو بيت اونجل مجنبه شويه، لكن اكسيون معناتها نجمو نبنيو عليه. حل اخر برمضان حتى فما شكون يقول لك يوسف صعيب ما عادش حتى حل. الحل الوحيد انه يعمل تي أكيد. ليلة المباراة الجماهير تنتظر الأخبار وخاصة على مستوى التشكيل والاستعدادات والتصريحات ما قبل المباراة، سنعود لكل هذا. لكن قبل هذا لابد أن نذكر بالدور الكبير تقوم به البيانا بانك، أكيد في علاقة بدعم الرياضة والرياضيين على مدى عديد المواسم والسنوات. دونك البيانا بانك عودتنا بمساندة الرياضة وخاصة الرياضيين التوانسة. البيانا كانت الدعم الرسمي للجنة الوطنية الأولمبية وأيضا للجنة البرلمانية البرلمبية فوالا البرلمبية في 2020 في جو أولمبيك. أكيد الألعاب الأولمبية توكيو 2020 والدعم الكبير اللي لقاته من البيانا اللي ساهمت في دعم ونجاحات الرياضيين التوانسة في طوكيو 2020، وكانت مساندة أيضا ودعم للفريق الوطني لكرة القدم، شفناها في كأس العرب وشفناها في كأس أمم أفريقيا. واليوم البيانا بانك مساند رسمي للمنتخب في طريقه إلى الدوحة بنفس الروح ونفس العزيمة ونفس الجرينتا وأكيد بنفس الدعم للرياضة والرياضيين. أكيد نشاهد التقرير الفيتير هذا ثم نعود ونواصل الحديث. احنا الحرار اللي ما يخافوش، احنا النسور اللي ما يوخروش، احنا اللي نحبوا البلاد، احنا اللي مهما يصير قولوا غدوة خير. معاكم للتسعين بنفس الروح بنفس الجريندا.
معاكم بالقلب الحار نديو فرد شعار وحدة وحدة للمونديال. البنك الوطني الفلاحي المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. دونك نذكروا أنو البيانا بنك مساند الرسمي لكرة القدم للرياضيين ولكل الرياضات. البيانا أكيد بنك قاعدة دعم في الرياضة من موقعها كمساند متواصل لكل الرياضيين. اليوم باش نحكيه على الباك أكسس إيبارن. تحب تخبي فلوس ولا يبدأ عندك طبعا ليهم أكسس لاكسي في اي وقت تنجم تدخل الباك اكسيس ايبارن دونك تنجم تخبي الفلوس نتاعك ويكون لاكسي ساهل برشا برشا. البيانا بنك تحط على ذمتكم الباك اكسيس ايبارن فيه اكسي ا ديستونس للكونت نتاعك تنجم ا ديستونس فين ما كنت تنجم تدخل الكونت نتاعك وتشوف طبعا السيوله والتحرك نتاع الموفمون الموجود في الكونت نتاعك ا ديستونس. دونك حاجه جديده قاعده تطور فيها البيانا وكل مره تقدم حاجه جديده لحرفائها. دونك حاجه تستحق الاشاده. دونك كما قلت تنجم تدخل لاكسي ا ديستونس الكونت نتاعك وقت ما تحب وين ما تحب بالسيرفيس بيانا اي بانكينغ والا بالابليكاسيون بيانا ام بانكينغ. برشا مفاجات كما تنجم تجبد الفلوس نتاعك اكيد وبالكارت اكسيس ايبارن من غير ما تتنقل وتشوف الموفمون تاعك وتدخل على الكونت ايبارن تاعك من اي ديستريبيتور خاص بالبنك بيانا. على ذاك حاجه عجبتهم برشا الحرفيه نتاع البيانا بنك. ومزيد التفاصيل في علاقه بهذا التطور على مستوى الخدمات البنكيه نشوفوها في هذا التقرير. تحب تخبي فلوس ويبدا عندك اكسي ليهم في كل وقت؟ بينا تقدم لك لو باك اكسس ايبارني افيك دي سيرفيس غراتوي ان اكسي ا ديستانس للكونت نتاعك وقت ما تحب وين ما تحب بسيرفيس بينا اي بانكينغ ولا بالابليكاسيون موبيل بينا ام بانكينغ. اون كارت اكسس ايبارني تخليك تجبد فلوس من الكونت ايبارني نتاعك من اي داب بينا. وعلى كل عمليه تصير في الكونت اكسس ايبارني يجيك اس ام اس يقول لك عليها. بينا بانك يور ديجيتال بانك. من بيانا للمنتخب اكيد سنتحدث عن المباراه تقديم لهذه المقابله 90 دقيقه تفصل تونس عن المونديال السادس في تاريخ الكره التونسيه. فؤاد بوفتح ووليد الرياحي في هذا التقرير. تسعين دقيقه تفصل منتخبنا الوطني للترشح الى مونديال قطر 2022. نصور قرطاج في مواجهة نصور مالي. بعد الفوز ذاهب في باماكو 1-0 أبناء القادري مطالبين بالتأكيد بتحقيق نتيجة إيجابية تير بينا للدوحة وتخلي التوانسة الكل يباتوا فرحانين. نصور قرطاج من هنا من ملعب 26 مارس هنا في باماكو. الله على هذه الهدايا. منافس منتخبنا جاي لتونس يبحث عن قلب الطاولة ولعب حظوظه للآخر والأكيد أنه المقابلة باش تكون أصعب من لقاء الذهب. وملاعبين مطالبين بالتركيز والصبر كما الجماهير التونسية اللي باش تكون حاضرة في المقابلة اللي لابد أنها تشجع وتدزم على المنتخب من أول دقيقة لآخر دقيقة وتلعب دورها التاريخي في تحقيق سادس ترشح للمونديال. المنتخب المالي اللي وصل البارح لتونس باش تعرف تشكيلته غياب المدافع سيساكو اللي تحصل على ورقة حمراء في اللالي مقابل عودة قائد الفريق أماري تراوري. في المقابل المدرب جلال القادري بعد تأكد غياب الخزري وبراون منذ مقابلة الذهاب باش يكون على ذمته 26 ملاعب بما فيهم بلال العيفة والياس الصخير اللي غابوا في ماتش لالي. والأكيد أنه مشاركتهم من عدمها هي من مشمولات الإطارين الطبي والفني. الزوز منتخبات أنهاو تحذيرات وغدوة باش تكون مقابلة الحقيقة وحسم مسألة الترشح. والأكيد الكنا ورا المنتخب من أجل تحقيق الهدف المنشود والترشح لمونديال قطر.
المباراة بالتأكيد صعبة، لكن ليلة مباراة لابد أن نتحدث عن الأمور الفنية، كيف سيتعامل المنتخب مع المنافس، كيف سيظهر المنتخب، بأي وجه سيظهر المنتخب. زياد الجزيري، مباراة ننتظر فيها أكيد، قلنا صعيبة وأكدنا أنه حتى لما فزنا على مالي ما فرحناش، لأنه نعرف الشطر الثاني سيكون صعب والمهمة ستكون أصعب في رادس. كيف تشوف المباراة؟ كيف تشوف التحضير النفسي لحد الآن واستعدادات اللاعبين لهذه المواجهة؟ بصراحة معناها أعطينا نحن كلاعبين قدامى ولا محلين ولا لي بلاتو، أعطينا بون ميساج، معناها خلينا يعني ما طحناش في اللوفوري وما هبلناش، خاطر كان هبلنا نحن نجمو نهبلوا الملاعبية، الملاعبية يتبعوا فينا ويتبعوا معناها ويتأثروا كالكو باغ من اللي يصير. معناها كنا متواضعين، ناس كل معناها ناس كل فاهمه، ومعناها حاجه خارق العاده كي يبدا جمهور ولا ناس اللي دايره بالمنتخب تفهم الكوره، وسختو زاد نهار المقابله لازم الجمهور يولي يوري اللي هو زاد يفهم الكوره وما يزفرش 10 مينوت دو جو ولا ان كار دور في التون فورم تاع ليكيب ادفيرس، معناها يبدا يزفر ولا مش راضي على ليكيب. نحن اللي تمنا لا كاليفيكاسيون، معناها هيك علاش الجمهور اللي باش يمشي لازم يكون حاضر لي سيناريو الكل، كما نقولوا للملاعبي لازم تكون حاضر للسيناريو الكل، لازم الجمهور زاد يكون حاضر للسيناريو الكل، لا قدر الله نجمو ناكلوا بونتو، لازم يكون حاضر يعرف يدز الملاعبيه ما يطيحش معناها الماء في ركاب الملاعبيه خاطر يتاثروا. هيك علاش معناها بريباراسيون لازم تكون من الملاعبيه من ستاف وحتى الناس الجمهور، خاطر ما نجموش ننساو لابور الكبير نتاع الجمهور، يعني ابور كبير برشا ما نجموش ما نعملوش عليه، خاصه عندنا مده ما لعبناش بالجمهور. أنا ما زمناش نابل كل كسوة كان مركينا بونت ونولي نلوجوا على 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 البالك الوي وي وي مو عنا ذيك اللي الادفرسير رجعنا في الترا اللاعب استعراضي ولا كان نخسر ولا يزفر علينا، خاصة يبداو خاسرين واحد بلاش يولي ساقين ترعش، تولي ساقين ترعش والكونترول يولي يغلط والهست الراس والساقين تتكبل وما عادش تحب لك شوية مدة باش تستوعب الريزولتا هذيك ولا الكول اللي جاتك هذيك باش ترجع في الترا. وقت يجيك التون فورت نجم ترجع دقيقة 95 نجم نعدلوا واحد واحد ونتعداو، معناها يفواتر بري كيما نجم نماركيو من الأول والادفرسير يرجع كل شيء، معناها يفواتر بري هذا بوان تخي امبورتون لازم نكونوا حاضرين والناس اللي تسمع فينا لازمها تكون حاضرة. ثاني حاجة لازم نلعبوا الماتش، الملاعبية من لا تلعب الماتش قبل الماتش وتخسر الانرجي الكل بالتخمام 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 وتلعب الماتش قبله، وكي توصل نهار الماتش تتهز في ساقيك تهز فيها بالسيف، معناها تبوف الانرجي الكل معناها في الكونسنتراسيون في التخمام قبل الماتش، ولا بعد الماتش تقول خاطر الماتش راهو السيناريو نتاع الماتش عاد 90 دقيقة راهو تتعدى بعد ساعات، نحن بعد الماتش نقول شبيني ما لعبتش شبيني دايخ شبيني ما كنتش في الماتش، على خاطر الماتش يتعدى في ساعة في ساعة يولي كل فلاش. هيك علاش معناها يلزمنا نكونوا حاضرين نهار المقابله، الكونسنتراسيون زعما توصل للبيك ما نعملوش كونسنتراسيون قبل الماتش وبعد في وسط الماتش نلقاو روحنا دايخين، معناها فريمون واحد يلزمو يحضر روحه يحضر روحه كيفاش باش يوصل نهار المقابله معناها في التوب نهار اللي وقت يزفر الاربيتر يهبط معناها يجري كل حصان معناها اللاعب لا فهمت. الملاعبيه حاضرين عنده مقابله كبيره، اسكو تكتيكمون باش يرجع صغيري باش يلعب صغيري ولا يعني بالنسبه لي بالرمضان ورا لي دوز اتاكون ما يتبدلش ما تنجمش تبدلو خاطر غادي كي لي لو بلو بيرفورمون. العيدوني كيف كيف كوم دو ريليور مع الشعلاني زاد ما تبدلهمش، الثلاثه هذوك ما تبدلوش خاطر هيكم كي اون في لا ديفيرونس في المقابله. لي مع الصغيري باش يدخل ولا اذا باش يدخل باش يتنحى ان اتاكون، جو بونس با كو نمرو 9 اللي هو الجزيري ولا الخنيسي المساكن ما يتبدلش، يمكن السليتي يخرج، هذو معناها فما امور كما هكا. كان ما لعبوش اسكو باش نلعبوا معناها ما حضرش فيزيكمون، اسكو فرجاني باش يدخل ولا لا، ولا باش نلعبوا كيما لعبنا في اللي افيك 3 اتاكون اي 3 ميليو تيران داغيغ، العيفه باش يرجع ولا بعد الغندري. انا شنو نقول اي حاجه باش نلعبوا بها، الملاعبيه هاكم يسون معناها افيغتي، المقابله صعيبه 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 بصراحه. الادفيرسير باش نلعبوا راهو عثماني باش نلعبوا 25 دوغري اقل، باش نلعبوا 8 ونص نتاع الليل يمكن باش نعملوا 15 دوغري كيك، وفي الليل 40 دوغري يعني 40 يعني فما 25 دوغري يعني باش يرقاوهم في جوهم باش يرقاوهم في جوهم باش يلعبوا كيما غفاو خاطر حسوا روحهم معناها لي دوزيام ميتون لعبوا خير خاطر ايزون غاتي معناها البروميير ميتون نتاعهم. نحن حاضرين باي تكتيك باش نلعبوا الملاعبيه يكونوا حاضرين وان شاء الله ربي يوفقنا، نعملوا برشا على السوليديتي ديفونسيف
بشير ان شاء الله باش يكون في الكاج ان شاء الله يكون كالم برشا، والمليو تيران اللي هو اللي باش يهز الحمل حاشتنا بكوبي اخرى بالكدي ولا خير من الكوبي اللي صارت في الليل. اذا الثلاثه ولا الاربعه اللي يلعبوا في التيران يكونوا في نهار كبير ان شاء الله معناها نربحوا المقابله. القليب والروح باهي نلعبوا بقليب والروح، اما قبل كل شيء الامكانيات. امكانيات حط كره في القاع العب كور كور تخافش العب بثقه العب كونفيونس، لكن الروح باش تبدا تلوح روحك منا ومنا وتاخذ كارتون كارتون جون وتاخذ كارتون ثانيه وتهبل وتخلبز. لا العب كوره العب كوره. واضح هذا هو الميساج. اكيد يلزمنا نلعب الكوره، يلزم نكونوا واقفين مليح، الثوابت نتاعنا لازم تكون موجوده، التركيز خاصه من بدايه اللقاء الى اخره. ناصر البدوي، مباراه صعبه على اللاعبين، صعبه على الجمهور، مباراه اعصاب من صح التعبير. عاد الغدا المنتخب التونسي بالسياسه يلعب من اصعب المباريات في المسيره هذه، لخاطر بالنسبه للمنتخب المالي نقولوا احنا بلغتنا ديسيبسيون صارت في مالي. بالنسبه لي هو باش يجي لتونس باش يحاول يلعب كل الامكانيات نتاعو باش يحاول باش يخرج بمباراه تليق بهم هما الملاعبيه، باش الضغط اللي موجود كان في مالي باش يتنحى غدوه الملاعبيه باش يكونوا متحررين. لا ديسيبسيون الكبيره صارت في مالي، بالنسبه لي هما جايين من تونس وبيان باش يقلبوا الطاوله وباش يحاولوا يجيوا باكسبلوا يعملوه في تونس، تولي وقتها انجاز كبير، تولي فرحه كبيره وتولي هذا كله مربوط بالعطاء نتاع الملاعبين نتاع ليكيب ناسيونال. يلزمناش ندخلوا المباراه هذه بعقليه انه الهدف اللي سجلناه في مالي يا باش ندعموه ونستحفظوا عليه ونلعبوا بنفس الطريقه وبنفس الروح كما كان يحكي زياد، بنفس الانضباط وبنفس السيريو على كل ديتاي وعلى كل كوره، وكاني بيه ما صارتش نتيجه ايجابيه في مالي، نقعدوا بنفس التركيز باش ما نصعبوش المباراه على روحنا. راهو بالنسبه لك انت واحنا تبارك الله بالاكسبيرينس نتاعنا الكل، قداش من ماتش كما قال من بكري زياد يتعدى عليك ولا تتعدى بجنب الهدف وتقول الماتش بيه وعليه ضيعته، علاش؟ على خاطر اني صاحبي بحذاه تو مش مشكل تو تو نعمل المركاج تو نتكلي تو مثال شوكا متر. لا لا غدوه مباراه اللي اليوم المنتخب التونسي تحب ولا تكره بعد الريزلتا بعد ما خلت الناس تحلم هما بيدهم ولاو يحلموا الحلمه نتاعهم تكمل كان بعد المباراه بعد ال 90 دقيقه بعد ما يزفر الحكم المباراه، خاطر باش تقعد المباراه كيفاش الكيفيه باش نتعاملوا معها كيفاش التطور. صحيح كان نسجلوا في وقت مهم في ال 25 مينوت الاولانيه ولا في ربع ساعه الاولى باش يسهل على بعض ارواحنا والمباراه تخف شويه من نوعا ما، لكن يلزمنا نقعدوا ديما ايكيليبري، يلزمنا نقعدوا ديما منتزنين. انا حسب اعتقادي ان المباراه نتاع غدوه بالنسبه للملاعبيه وانا نعتقد جلال القادري والناس، انا كي سمعت كلام وادي الجري وسمعت كلام حسين جنيح وسمعت كلام جلال القادري في مازلنا في مالي، الناس عارفه روحها ايش تحب وعارفه اللي مباراه المنتخب ما ترشحش وترشح ما يصير كان غدوه بعد 90 دقيقه، والناس بالله كما قال بكري زياد كيف كيف اللي اليوم الناس الكل ما تمشي مش سبيكتاكل راهو غدوه ومش مهرجان ومش ماشيين راهو سي ليكيب ناسيونال ترشح، مش صحيح راهو ليكيب ناسيونال مازالت ما ترشحتش، ليكيب ناسيونال مازالت غدوه تستنى فينا ساعه ونص من اصعب الماتشات بالنسبه للمنتخب، لابد التركيز يكون معناتها 100%. بالنسبه لي انا زياد في بالي ال 11 اللي بداوا باستثناء ظهر الجزيري ولا ياسين الخنيسي، ظهر لي ال 11 اللي بدا بهم في مالي، فمش علاش ما يبداش بهم هنا، خاطر اليوم تحب ولا تكره، وقت اللي نحكيو من الناحيه الرياضيه ولا من الناحيه الفنيه عندنا من الامكانيات، اليوم وسط التيران كي نشوف انا العيدوني الماتش اللي عامله ونشوف الشعلالي ونشوف بن رمضان ونشوف نادر الغندري كي تخلى لاكس، تحب ولا تكره وكاني عنده مده كبيره يلعب مع طالبي، ما شفناش فما انديفيرونس اللي عاده نبداو اكثر بوست لازم تقلقنا زياد، هو اللي دوز اكسيال وقت اللي يلعبوا مع بعضهم يكونوا مش متفاهمين ومش متناسقين، من اكثر الاماكن الصعيبه اللي يلزمهم شويه وقت وانطونت باش ينجموا يتفاهموا مع بعض. ناصر زاد حتى بليل شو يقول لك؟ ان نعطي نحن نحكي ونحلوا برا مازال مش 100% كان مازال مش 100% كانوا 95 وفما ريسك زياد تبدا بلوسيور مسكولير اللي ما عندهاش مده طويله تنجم ربع ساعه. شوف كان 95 ما يلعبش، كان 95% ما يلعبش، اما كي يبدا مثلا 100% يقول لك اني نجم يلعب اسكو يرجع بلاصته بليل ولا خاصه معناه هو في الكونتينيتي نتاع لي ماتش اللي عملهم كي يقول لك اني 100% معناه يدافع على بلاصه باش فماش عليه فماش هو وسخيري وسخيري في الوسط تيران ليكيليبر كل ماتش وماتشو معناه انت تنجم تلعب بسخيري مثلا باش تسرح انت قدام الديفون نحكيو نحن نحلو مش معناه صحيح نجم يلعب
ينجم يصرح لك دراجر ومعلول اللي ما طلعوش في الليل. انا تعرف شنو نقول زياد والشعلالي انا شنو نقول كمل لك هذه والشعلالي يسكر الكوتي دروا اللي هي الكوتي القويه برشا نتاع مالي. صحيح شفنا قداش تعداو ثلاثه واربع مرات معناها تراوري معناها عاود تراوري معناها كي تلعب انت صخيري معناها سي با ديفونسيف. صحيح سي با ديفونسيف عندك علي معلول باش هو في الريجيستر في الريجيستر عندك دراجر باش يصرح هو في عندك في الريجيستر نحكيو عليه بالرمضان باش يلعب اكثر في 12 متر لمسكني ماهوش باش يرجع واحد من البيفوات الشعلاني ولا العيدوني باش يدخل يخلط 12 متر معناها النجم انت تزيد ان جوير ديفونسيف مي تسرح برشا ملاعبين زياد انا في الريجيستر اللي احنا فيه انا حسب اعتقادي انا كان نحبوا نلعبوا بنفس الروح يا باش يلعب الصخيري يا باش يلعب العيدوني واحد منهم ويقعدوا الشعلالي وبرمضان كيما 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 لعبنا في باش يقدموا بعد باش نحكيو على على التشكيله المحتمله لحظه زياد باش نحكيو اكيد على التشكيله المحتمله والقراءات الفنيه اللي نجم تصير في المباراه. حبس الاسكندر الاطار الفني للمنتخب التونسي وانت مدرب كيفاش نجم يتعامل مع مقابله بمثل هذه القيمه بمثل هذه الاهميه على مستوى الاعداد البسيكولوجي اللي باش يكون عنده دور كبير واحنا حكينا اكثر من مره في المناسبات الكبيره اللي لعبنا فيها مقابلات حاسمه مصيريه ركيبنا ترزان كلاعبين شو الدور اليوم تاع الاطار الفني لاعداد اللاعبين ذهنيه لهذه المواجهه جلال مشكور معناها اعطى ديمونسيون اخرى على مستوى الكوميونيكاسيون كل سوا مع الميديا ولا مع الناس اللي تبع المنتخب ولا مع الملاعبيه تحس اللي ثم ان ديسكور معناها يريح الملاعبيه يحطهم اليز معناها ما ثماش بريسيون على الملاعبيه ما ثماش الضغط اكثر من اللازم هو كالم دونك اي لا هو كالم وموزون في كلامه يا موزون في كلامه موزون وتحس به اللي الموتيف بيان سي جوار دونك نحس انه الجروب اللي كونسنتري توا معناها لونترينور معناها ثم دي جوار ليدر بعد كي المساكني ما نصورش المساكني ما يعاونش المدرب باش يحط صحابه في دون لو بان دون لو كونتكست دونك معناها 90 مينوت على البونور شكون كان يخمم وقت اللي صارت معناها الكوب دو موند معناها وترشحت معناها قطر باش باش نكون واحنا معناها 90 مينوت دونك توا لونترينور بالنسبه لي انا معناها الصعيب عملوا غاديكا توا في تونس يلزموا معناها يحط في مخاخ الملاعبيه اللي وانا با جوي دو ماتش عندنا ان ماتش اللي يلزمنا معناها اون فيكتوار نحاولوا باش نلعبوا معناها ما نحاولوش باش نحاولوا نمتصوا ضغط الادفيرسير ونكونوا معناها ياسر بلوك با ولا حاجه لا نلعبوا ايكيليبري وسيت ماتش دو ترانزيسيون ماتش بور بلان تكتيك بالنسبه لي انا ماتش دو ترانزيسيون معناها قلت لي ريكوبيراسيون اكزاكتومون معناها هما باش يقدموا خاطر باش يخليوا اي بي هما ديفونسيفمون اون شوفناهم يسون برونابل ديفونسيفمون معناها يعملوا فيها غلط دونك احنا اون دو اتر كابابل تالي شيرشي لو بوت البونتو باش يريح باش يرتاحنا برشا برشا دونك جلال نتصور انه قرا كل شيء عرف اللي المنتخب التونسي معناها متوازن انا حكى ناصر وحكى زياد على الفورماسيون ما فورماسيون نتصور انا لو ما ثماش اون بليسور لو ما ثماش معناها اون شارج فيزيك ولا تعب نتصور يمنتيان لو 11 اللي يلعب لوجيكمون لانه علاش نبداو احنا خاطر ثم الاشكال ما بين جزيري والخنيسي الجزيري لا في ان غران ماتش راهو الى في ان غران ماتش il a fait un grand match معناها il a pressé d'ailleurs l'action تاع تاع l'occasion تاع بالرمضان هو سي لوي كي لا انيسي عمل لك الديكروشاج هذاك واحد اللي هو جاب الكارتون روج للادفيرسير معناها زيد معناها الجزيري اي دونك انت زيد قلت تلعبوا 4 4 2 معناها دون سونس لي انا 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 ما قلتش انا هي اللي قلت تلعب قلت صخيري قلت ندخلوا صخيري وما نعيدوا لا لا ما قلتش يدخل معناها قلت زيد معناها قلت فرضيه اي هو راه صخيري سيت ان جوار يدور معناها يا زيد سيت ان جوار معناها كادر في ليكيب صحيح لكن توا معناها سا نو سامبوز با معناها لا فورمول معناها ا دو ريكوبيراتور واحد قدامهم بالرمضان ودوز انيماتور يدخلوا معناها يدخل الوسط ويدخل معناها دونك انا قلت فرضيه اون اوبسيون لا هذيك اوبسيون كور دو ماتش هذيك مش هذيك مسؤوليه جلال هذيك اوبسيون خاطر شوف لو ماتش باش جوي من بعد هو جلال يختار الماتش باش تلعب من بعد راهو في لي شونجمون في الكوتشينغ راهو في الدوزيام ميتون في ربع ساعه دوزيام ميتون وقتها باش تلعب الماتش هما خاطر هما وقت اللي عملوا دي شونجمون قوي ايكيب تاعهم راهو للامانه احنا كي دخلنا الخنيسي وانا تي كيليبري لكن كي دخلوا لي دو جوار كان زاد اكثر وقت ممكن كنا نتعبوا دخلوا 85 مينوت بن وناس وبن سليمان فهمت دونك يلزم توا يخمم في البلان او بلان بي وقتاش يعمل شونجمون وشكون الشونجمون كيفاش الشونجمون هذاك هو اللي كنت نحكي فيه يعني معناها فرضيه فرضيه من الفرضيات اللي تدور في المخ لونترنور تدور في مخ كل شيء نجموا رابحين احنا زيرو رابحين احنا زيرو نحطوا ان كاتريبي لو تيران وي بوركو با اي ونجبدوا ان ميلو تيران نجبدوا ان كولوار اي بوركو با اما بالنسبه لي السليتي والمساكني انديسبونسابل
قدامهم الجزيري ترومي لوتيرا وليك ديفونسور ونلعب روماتشونا وحاجه اخرى ثقتنا كبيره كبيره في بشير لانه بشير وقت اللي عمل لي دو بريز دو بال غلطين راهو خوف اكثر منه تكنيك راهو خوف على تي يافي لو تراك خاطر ماتش تريز امبورطون واضح مسرر رساس سحلية معايا مالية فلفل أحمر حط عليا هرستنا نار فينا ودوار حرة وبنينة مزوزة وحنينة كل تلمينا هرستنا متغيبة علينا أي أي هرست السحلية بيكانتي أفانتي أفنتي ديما عبد المجيد متعود بهريسة والطن شكون ما كاش هريسة والطن حبة برشا ديما دونك هريسة المساند الرسمي هريسة والطن المساند الرسمي لجماهير كرة القدم وهو شيء معروف عند التوانسة كل البارح كان على الطن اليوم باش نحكي لكم على هريسة هريسة الساحلية الحارة والفريشكا يتم إنتاجها في مصنع سوكودار من أجود أنواع الفلفل وذاك اللي يخلي هريسة الساحلية من أبن وأحر هريسة في تونس وفي العالم هريسة الساحلية الحارة والفريشكا هي من منتجات سوكودار اللي هو مصنع تأسس سنة 1974 متخصص في إنتاج طماطم وهريسة العادة والزمان دونك سوكودار هي زادة واحدة من أكبر الشركات المصدرة لجميع أنحاء العالم ومنتجاتها تلقاوها في برشا بلدان قد تستغربوا لكن هذه حقيقة موجودة في أمريكا في كندا في فرنسا وفي السويد وأيضا في جميع الدول الأوروبية والعربية وخاصة في الشقيقة ليبيا هريسة الساحلية من إنتاج سوكودار تلقاوها في جميع الأسواق والفضاءات الكبرى وبطبيعة الحال عند عطار الحومة أنا تونسية مسرر هريسة الساحلية معايا مالية فلفل أحمر حط عليا هرستنا نار فينا ودوار حرة وبنينة مزوزة وحنينة كل تلمينا هرستنا متغيبة علينا أي أي هريسة الساحلية بيكانتي أفنتي طبعا ما زلنا نتحدث عن المباراة أكيد القراءات الفنية تختلف لكن ثابت أنه جلال القادري أكيد حسم أموره على مستوى الاختيارات الفنية وراوغ في مباراة الذهاب عديد المحللين والفنيين وحتى حد ما كان يعتقد ولا ما جاب التشكيلة الصحيحة يعني في نهاية الأمر عنده أوراقهم اللي باش يلعبها هل هناك أوراق أخرى عبد المجيد قباطيني ينجم القادري يلعبها غدا في مباراة العودة؟ شوف احنا في المقابلة الذهاب كنا متفقين أن الحاسمة باش تكون في الماري وهذا اللي صار علاش؟ لأن القادري عمل أن بلان دو جو وحظ الفريق وكما يلزم والمنتخب التونسي كيفاش ربح؟ لأنه أول ما لعب باغت المنتخب النيجيري المنتخب المالي ومشي عليه وتتذكر في النقاش نتاعنا قلنا المنتخب التونسي ما يجموش يلعب متأخر يلزم يمشي ويتقدم ويضغط وهذيك ربع ساعة الأولى ممكن اللي ضيعت الثقة في الفريق المالي وهذاك شو هو يلزم في المقابلة هذيك خاطر سو الخدمة باش تعمل أولا على مستوى ريكوبيراسيون الثلاثة أيام هذوما مهمين برشا لازم الملاعبية على المستوى ريكوبيراسيون ترجع أنفاسها وبرشا خدمة لي سوان هذاك أهم حاجة ثم على المستوى الذهني كيفاش القاضي يلزم يخرج من الملاعبية أما مخاخهم المقابلة نتاع الذهاب اللي انتصرنا لازم تتنسى لأن المقابلة يعرفها صعيبة وحتى شيء ما تلعب والفريق المالي جاي ما عنده ما يخسر وباش يلعب كل أوراقه دونك المطلوب شنو هو؟ مطلوب هو المنتخب التونسي باش يلعب لازم يلعب ويحسس المنتخب المالي اللي هو احنا فريق مستعدين وباش نمشي نضغطوا عليه ونمشي عليه وما نخليهمش يلعبوا لانه هما مش يحبهم يلقاو مساحات يجبوا فيجوا يسون بيسون رابيد وعندهم التكنيك المنتخب الوطني التونسي راهو الكره الدقائق الاولانيين هامين برشا في الملاعبي في الدويل الملاعبي كيربح الدويل تاعو تعرف ياخذ ثقه كيعطي باس صحيحه كيفك الكره دخل ديجا في الطرح كما قال زياد دخل في الطرح وهذاك الشيء مطلوب المنتخب التونسي لازم يحسس المنتخب المالي اللي هو حاضر وجاهز على المستوى الذهني والتكتيكي والبدني باش ما يعطيش الثقه والسيناريو اهم بالاكيد كان المنتخب التونسي من الاول يسجل اذا سجل من الاول المنتخب التونسي تقريبا تسهل المقابله الدوت ما يلزموش يدخل في المنتخب لازم التوازن هام برشا وقت لازم نهاجموا اون نومبر لازم نهاجموا وقت لازم ندافعوا اون سو نومبر لازم ندافعوا وعندنا نشوف المقابله هذه ربحنا المقابله ما غير ما دراجر وعلي تقدموا
معناها ديما نقولوا احنا اللي يزدلتلوهم واللي يعملوا سنوبر هم يجيبوا معناتها الاختار من التالي ما تقدموش وربحنا المقابله نتاعنا. علاش؟ لعبنا تكتيك مونتري فور. وهنا نحب نقول الرول نتاع مساكني كبير برشا سي بلون تكتيك. شنو عمل مساكني؟ سكر لي زونغ دو باس الكل على لير دروا، ما خليهش يطلع بالكل. سي بلون تكتيك كان معناها ديما يستاد، وهذاك الرول اللي عملوا. ثم ربحنا البروفوندور مع الجزيري، ربحنا برشا بروفوندور مع الجزيري، قلقهم برشا وتعبهم برشا. معناها شو الميليو تيرا، انا نرجع للكيب، انا نوافق الكيب ما تتبدلش. اش معناها؟ رسم تكتيكي على المستوى البدني. اذا فما ملاعبيه خاطر ناخذوا وسط التيرا، عملوا ديزيفور كبار برشا. العيدوني يجم اذا الصخيري في حالته البدنيه وجاهز يجم يرتحوا يلعب بالصخيري. انا متفقش عليني ورمضان انتو شابل، خاطر الصخيري جزيري تعب برشا، عمل برشا شارج. ممكن اذا الخنيسي اون فورم يجم يلعب بيه، وبعد الماتش يتلعب بالبنك. البنك هو اهم حاجه في الماتش. لو لعب كم واضح؟ لا هو ايش عمل؟ هو قسم ناصر، قسم كلش عليه، حب يدخل الخنيسي يرجعه في الطرح دخله. دونك كان شو يقول البنك هام برشا. وهنا اخر كلمه نقولها، الجمهور في تعداو باوقات صعيبه، رانا فما دي تون فور دي تون فيبل باش نجيو عليها. الجمهور هنا ان شاء الله ما تعداوش وقت صعيبه. لا لا فماش الماتش عبد السلام ما فماش دي تون فور. انت والجيستيون تاعك في الماتش، خاطر كي تبدا بيان كونسونتري على اللعبه وتعرف الادفيرسير تاعك معناتها الميم ريتم، وانت تضغط وانت تهاجم. خاطر براتيكمون دي تون فور دي تون فيبل عبد السلام. اي نو براتيكمون لي كونديسيون اللي شفناهم في باماكو كانوا صعاب ياسر. احنا ممكن انتم في تونس هوني ما عشتوش الضغط والشيء اللي شفناه، وحتى ليماج الخايبه وقت داخل الكار نتاع الجوارات، معناها الاجتياح اللي عملوا اللي عملته الجماهير للملعب، اللطف لا يشبه، كانوا يوم الحشر. معناها لي كونديسيون كانوا صعاب برشا، وبالتالي حتى ضغط النتيجه وما يلزمكش تخسر، وحتى ما كناش حاطين 100% نربحوا، يعني الظروف الكل كانت صعيبه. ولكن انت اليوم في ايدك التصرف في المقابله. اسكو احنا باش نتصرفوا؟ خاطر راهو لا كاليفيكاسيون يا ميريتي يا ليرا، فماش راهو يا انت باش تمشي كاس العالم عن جداره، وورينا اللي احنا قصينا شطر التيكي باش نكملوا شطر الثاني. واضح. ما نعرفش اسامه، يعني كثر الحديث على الحضور الجماهيري، على الضغط اللي ينجم يعيشوه الملاعبيه في مقابلات كيما هكا، حسب رايك شو مفتاح اللقاء بالنسبه لمباراه غدوه؟ احسن سيناريو لتونس؟ مفتاح اللقاء عادل اول مباراه، كل لاعب راهو كما قال الاخيان الكونترول والباس الاولاني هذاك اللي باش يدخلك في الطرح اولا. وثانيا تحب نبعث امتي ميساج، يلزم كل جوار كي يكمل الماتش يبدا في الفيستير ما يندم على حتى اكسيون تعديت في الماتش، حتى اكسيون ولا باس ولا متر ولا زوز مترو. يلزم اي لاعب كي يخرج يقول خويا انا عملت اللي عليا وكهو. يلسفي ال 11 ولا ال 14 اللي باش يشاركوا في المباراه، كل واحد يخمم ولا يبدا هو في مقتنع اللي راهو ما بخلش، باذن الله رانا باش نتعداو، خاطر كاليتي تكنيك موجوده، عندنا ايكيب صناعيه، جوارد صناعيه، غارديان توا الناس الكل وراه، ال 14 اللي لعبوا، ال 20 ال 26، انا نقول عادل شوف ديما نعاود نقولها، بداية المباراة هي أهم حاجة في المباراة أولا، وثانيا إن شاء الله تكون عندنا الريوسيت غدوة في البلاريتي، خاطر باش يجيونا ديما نعاود على البلاريتي، راه تنجم تدخلنا في طرح، نجم نكونوا مثلا مازلنا ما دخلناش مليح، تجي كفران كورنير كذا نجم ندخلوا في الطرح، ولذلك بالتوفيق إن شاء الله ونتعداو. إن شاء الله. أكيد نتعداو الكارفور زاد، كارفور مساند دائما وأبدا للمنتخب الوطني التونسي. دونك باش نحكيو على الدور اللي يقوم به كارفور من أجل دعم الرياضة والرياضيين في تونس. ينعم منذ أكثر من 12 سنة بالتمام والكمال كارفور مساند رسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، وفي تصفية كأس العالم مغازات كارفور، كارفور ماركت، كارفور إكسبرس تشجع النصور وتدعم المنتخب الوطني في مباراة العبور، تتمنى له حظ أوفر طبعا في مباراة غدوة اللي إن شاء الله يعيشها ضد المنتخب المالي انطلاقا من الساعة 8:30 مساء، إن شاء الله مربوحة وبالقليب الأولاد نجيبوها نتفرجوا مع بعضنا في الفيتيار، وتفاعل كارفور مع مسيرة المنتخب في اتجاه قطر 2022.
90 دقيقة قليل. 90 دقيقة جرينتا. 90 دقيقة جرحة. 90 دقيقة سونزاري. كارفور والجمهور بالروح والدم على النسور. كارفور المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم. وكما عودكم كارفور الربح ديما موجود ملات كهن بنتيجة المباراة والبح كادو فانتاستيك. نشوفوا مع بعضنا الفيتيير اللي فيه البرونوستيك متاع مباراة تونس مالي بالتوفيق دائما وأبدا للنصور. كارفور والجمهور ديما ورا النسور، خطوة واحدة تفصل النسور التونسية للتحليق نحو العالمية. كارفور يعطيكم الفرصة باش تلعبوا وتربحوا هدية خيالية. باش تدخل في القرعة ما عليك كان تحط جيم على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وتخلي كومنتير على الفيديو هذي تتكاهن فيه بنتيجة الماتش بتاع نهار 3-29 مارس اللي باش يجمع المنتخب المالي بمنتخبنا الوطني في إطار تصفية كأس العالم قطر 2022. ما لافاش تستنى، خلي برونوستيك واربح كادو فانتاستيك. كارفور المساند الرسمي للفريق الوطني لكرة القدم. إذن لأنه كارفور المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، الجوائز عديدة والمفاجآت متعددة من الكبار والصغار. مع بعضنا نشجع منتخبنا الوطني ونتمنى له كل التوفيق في مباراة العبور للنصور. أكيد نرجع، ولكن قبل ما نرجع نمشي مع فاصل إشهاري.